ازيكم عاملين ايه؟ انا مي هرهش ميك اب ارتست. النهارده حلقه لطيفه جدا وممتعه. ازاي هنعمل ايلاينر من الاي شادو بطرق مختلفه؟ تعالوا نجرب ونشوف انهي اللي هيبقى احلى واحد. السيف والوانه، هنحاول نعمل ايلاينر بالوان مختلفه في كذا طريقه، بس النهارده هنجرب كل طريقه مختلفه ونشوفها انهي احلى عشان نجرب. تعالوا نبتدي باول طريقه. هنجيب اي فرشه، الفرشه بتاعت الحواكب ليها انجل كده شويه، او اي فرشه ايلاينر. عارفين بقى الوان المايه، لما نيجي نحط الفرشه كده في المايه كويس، وبعد كده نحط في اي لون ونجرب. انا هجرب في لون يبقى واضح قوي. بعد كده نشوف هيبقى عامل ازاي. لو حسينا ان الفرشة نشفت نرجع نحطها في المية ونستخدمها تاني. اهم حاجة ان احنا نسيبها تنشف خالص على الوش. الطريقة دي مناسبة قوي للناس اللي ما بتعرفش ترسم ايلاينر، بتخاف وبتحب تمسح طول الوقت، او يعني عايز تعدل على حاجة. دي طريقة سهلة ان احنا نعدل، لانها بتبقى ثبتها يدوبك كده يعني حاجة بسيطة، فدي مناسبة جدا ليكم. تاني طريقة ان احنا هنجيب قلم بيج او ابيض ونحط زي نرسم بيه كأننا هنرسم ايلاينر بأي طريقة احنا حابينها. وهنجيب بالفرشة بتاعت الايلاينر الاي شادو على طول ونعمل على الخط بتاع البيج. ده بيبقى ثباته اقوى من المية، لان القلم البيج او الابيض بنحطه على نرسم بيه رسمة الايلاينر، وبعد كده نحط الباودر فبيلزق عليه. الكريم على الباودر بيخليه يلزق وما يتحركش. بصوا، وهنشوف كمان لما نيجي في الاخر نشيل نشوف انهي واحد اثبت اكتر فيه. تالت حاجة هنجيب فاكس سبراي او ساتنج سبراي ونحطهم ونخلط معاهم الباودر بتاع الاي شادو ونعملهم ايلاينر. الميسلر ووتر، الميسلر ووتر الموجود عندنا اللي بننضف بيه وشنا ودايما بتكلم عنه، ممكن نحط ميسلر ووتر الفرشة او ناخد جزء من بره وبعد كده نعملها برضو بطريقة التلوين. اخر حاجة قطرة انجلود او القطرة اللي هي اللزجة شوية، في منها براند كتير قوي دلوقتي عملوها، بنحط برضو منها نقطة وبعد كده ندمج معاها الاي شادو يبقى باودر شوية وندمجهم معاها ونرسم. هنشوف بقى ثبات كل واحد. بصوا، ده اول واحد اللي بالمية، وده التاني اللي بالقلم، وده اللي عملناه بالسيتنج سبراي او الفاكس سبراي، وده اللي عملناه بالميسلر ووتر، وده اللي عملناه بالانجلوت. بصوا، انا هنا حطيت ميسلر ووتر في قطنة ميك اب وهبتدي اشوف ثباتهم بقى لما نيجي نمسحهم انهي اللي هي اكتر حاجة هتتمسح بسهولة. ده اول واحد اللي بالمية اتمسح بسهولة، وده اللي انا قلت ان احنا المفروض يبقى مع الناس اللي لسه بتتدرب. ده تاني واحد بالقلم، بصوا شايفين ثباته عامل ازاي، بحاول امسح فيه اثبت بكتير من التاني. شايفين خد وقت كبير ازاي. تالت واحد اللي عملناه بالسيتنج سبراي، وده اللي عملناه بالمسر الووتر اتمسح على طول، واخر واحد اللي عملناه بالانجلود. اكتر واحد فيهم كان ثابت، يعني ثبات قوي وحسيت انه متمسحش بسهولة، كان اللي عملناه بالقلم الكريمي الاول البيج او الابيض، وبعد كده حطينا عليه الاي شادو. المسل الووتر بقى كان بالنسبه لي اكتر سلاسه، وكمان كان لونه لون الاي شادو اوضح اكتر، وكمان ما فيهوش فروله كتير. يعني لو بالنسبه للثبات هيبقى بالقلم، لكن لو بالنسبه للون والسلاسه في الاستعمال هو المسل الووتر.
وبكده يكون جربنا الخمس طرق اننا نعمل ايلاينر من الاي شادو، وكمان جربتهم على عيني. ولو انتوا عندكم قلم عادي، قلم الوان، تقدروا تستعملوه وتحطوا عليه الاي شادو عشان يبقى فيه ثبات اقوى. لو ما عندكوش ممكن تقدروا تعملوا الايلاينر من الاي شادو. يا رب تكون الحلقه عجبتكم النهارده، ولو في اي سؤال او اي استفسار عن اللي احنا استعملناه النهارده او اللي احنا عملناه سيبوها لي في الكومنت وانا هرد عليها بنفسي.